أعتقد أنها ربما تكون مناورة وربما تكون طلبات إسرائيلية، لأن إسرائيل لو استطاعت أن تحصل من مصر على موافقات على هذه المسألة فبالتالي تتحكم في الحدود بشكل كبير هي والجانب المصري، وبالتالي حماس لن تكون لها أي وجود على الحدود ولا محور فيلادلفيا ولا معبر رفح، وهو ما يحاول المسؤولون الإسرائيليين الوصول إليه. هناك رفض من حماس بأن تقوم أي جهات أخرى غير الحركة بالسيطرة على معبر رفح، وبالتالي هذه معضلة كبيرة في المفاوضات. مصر تحاول ربما تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وبين حماس، تحاول أن تقوم جهة ربما تحظى بموافقة الجانبين للسيطرة على معبر رفح، وأن تقوم إسرائيل بانسحاب تكتيكي من المحور بالكامل مقابل إجراءات أمنية مصرية كما ذكرت، منها تركيب ربما أجهزة استشعار عن بعد وغير ذلك على الحدود بين الجانبين. وبالتالي حركة حماس بالتأكيد ستكون حاضرة في المفاوضات بين مصر وإسرائيل في مسألة الانسحاب من محور فيلادلفيا، لأنها تريد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المحور، ولا تريد أي جهة أخرى ربما تسيطر على المعبر لا تحظى بموافقة حماس، لأن حماس ترى أن إذا قامت إسرائيل بالسيطرة بالكامل على المحور وعلى معبر رفح فبالتالي هي ستقوم بالسيطرة على قطاع غزة من جميع الجهات، وبالتالي تحرم حماس من ربما من عامل مهم جدا في إدخال سواء المساعدات، إدخال المعدات لإعادة البناء وإعادة الإعمار، وربما إدخال الأسلحة التي تقوم بإدخالها حماس سواء عن طريق الأنفاق سواء عن طريق التهريب سواء عن طريق أي وسائل أخرى تقوم حماس بتهريب السلاح بواسطتها. وبالتالي حماس ستكون حاضرة بالتأكيد في المفاوضات. حماس تحاول أن ترسل رسالة إلى الجانب المصري بأنها ليس لديها مانع بأن تقوم جهة أخرى بالسيطرة على معبر رفح، ولكن هذه الجهة لا تكون خاضعة للموافقة الإسرائيلية، وبالتالي مثلا هي أي جهة محايدة يعني برأيك تريد تستطيع حماس أن تدير المعبر، وممكن هذه الجهة وهذه الجهة هي تريد جهة غير أعتقد أن حماس ليس لديها مانع في سيطرة السلطة الفلسطينية على المعبر وأن تكون موجودة في المعبر، ولكن الذي يعارض هو إسرائيل. بنيامين نتنياهو قال إنه لا يريد حماستان ولا فتحستان، هو لا يريد أي وجود للسلطة الفلسطينية لأنه يرى أن أي وجود رسمي للسلطة الفلسطينية على معبر رفح سيعيد مرة أخرى إحياء مسألة الدولة الفلسطينية وأن تقوم السلطة مرة أخرى بالرجوع إلى قطاع غزة، وهو لا يريد أي شكل من أشكال التواجد الرسمي الفلسطيني في معبر رفح أو على الحدود مع مصر أو في قطاع غزة، لأنه بنيامين نتنياهو يرى أنه لا وجود لدولة فلسطينية. الوزراء المتطرفون سموتريتش وبن غفير يقولون إنهم لن يسمحوا بأن تكون هناك دولة فلسطينية، وبالتالي أي تواجد رسمي من السلطة الفلسطينية في معبر رفح هو مرفوض من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبالتالي هو يحاول قدر الإمكان ربما أن تكون مسألة الحدود بينه وبين الأجهزة الأمنية المصرية ولا تواجد لحركة حماس أو للسلطة الوطنية الفلسطينية. كان هناك اقتراح بأن تقوم شركات أمنية أو أن تكون هناك قوات عربية تسيطر على الحدود أو على معبر رفح، ولكن كل هذه ربما تم رفضها من الجانب المصري.